Recording in progress. اهلا بكم مره تانية معكم باشمهندس زكي. النهارده هنشرح ازاي تستخدم موقع Free for Talk مع التحديث الاخير اللي حصل له. اخر فيديو عملنا فيه كان 2019، بيتكلم عن ازاي نستخدم الموقع بالتحديث القديم بتاعه. فالنهارده هنتكلم عن التحديث الجديد، وخصوصا هنركز على اجابه السؤال اللي هو من رضوان سأل: لا استطيع ان اسمع صوت الناس، ايه المشكله؟ فأنا قلت له اضغط على الإعدادات واختار السماعة اللي شغالة معاك. فقال لي واحد تاني برضو قال نفس المشكلة: هل أستطيع حلها؟ وأين أجد السماعات وكده. فإحنا هنشوف دلوقتي إزاي نشوف الموضوع ده مع بعض. أول حاجة طبعا لازم تتفرج على الفيديو ده، لأن هو بيشرح إزاي تخش على الموقع وتسجل بالإيميل والكلام ده، فده مش هكرره تاني في الفيديو ده، وإنما هخش على طول مباشرة على حل المشكلة. فأنت هتخش على الموقع طبعا Free for Talk. بعد كده في الحتة دي بتفتح الايميل بتاعك، ممكن تخش على بالجيميل مثلا. بعد ما تتاكد ان دي كده الجيميل بتاعك ظهر هنا والاسمك ظهر كده، تقدر تخش اي غرفه عادي، او ممكن حتى تعمل كرييت نيو جروب. بعد كده تختار الموضوع اللي انت عايزه، مثلا تيست، عشان مش هتكلم مع حد دلوقتي. مثلا اختار واحد اللي هو انا، او واحد تاني، انا وواحد تاني بس. واختار مثلا وليكن تشاينيز، واختار اي ليفل، ثم ادوس كرييت، ثم ادوس على جوين اند توك ناو. هيفتح الصفحه دلوقتي بتاعت الايه الغرفه. دلوقتي احنا عايزين نشوف الاعدادات منين. دلوقتي لازم تدوس هنا كليك اني وير عشان تفتح الغرفه. فتحت الغرفه كده، دي علامه المايك بتاعي اللي بتكلم بيه، ودي علامه الكاميرا لو عايز افتحها، ودي علامه الباندويدز. الباندويدز دي اللي هو الانترنت بتاعك. خلي بالك في حاجه مهمه جدا، ان لو النت بتاعك ضعيف خليها مثلا لو. لو دي يعني ايه؟ يعني مثلا لو حد فتح فيديو جوه الغرفه دي مش هيفتحها، هتسمع صوته بس. فانت متوسط، النت بتاعك متوسط، اختار ميديوم، ولو هاي اختار هاي. انا النت بتاعي طبعا مثلا حوالي 36 ميجا بالثانيه، فنت كويس جدا، فهاي، فعادي اقدر اشوف فيديو الناس وكل حاجه. لو انت مثلا 1 ميجا، 2 ميجا، يبقى 3 ميجا مثلا ميديوم. لو انت ميجا واحده بير سكند يبقى لو مثلا يعني. خلاص، ثم هنخش على الديفايس سيتنجز. دي بقى اهم حاجه عندنا. ده المايك بتاعك اللي انت بتتكلم بيه. لو انت مثلا مشغل لابتوب، فالمايك الافتراضي بيبقى بنسميه ديفولت. هتلاقيه مثلا حاجه زي كده ميكروفون 2 هاي ديفينيشن اوديو، او يقول لك ديفولت سيتنج مايك، تمام؟ فانت اتاكد ان المايك اللي انت بتستخدمه شغال، لان مايك اللابتوب بيبقى دايما صوته ضعيف، فلازم ما تحتاج تشتري مايك خارجي او تشتري كاميرا والكاميرا يكون فيها مايك انتجريتد بالفعل. اي مايك خارجي هيكون افضل بكتير من مايك اللابتوب، الا لو كان اللابتوب بتاعك بقى حاجه مميزه جدا ومختلفه. لكن معظم اللابتوبس اللي بتنزل في السوق المايك بتاعها بيبقى ضعيف جدا، والكاميرا برده مش حلوه، تمام؟ فانت تختار المايك بتاعك، وتاكد ان لو انت مثلا المايك بتاعك شغال بسويتش زي مثلا مايك بويا ام 1، اتاكد انك فاتح المايك، وتاكد ان العلامه الزرقاء دي موجوده. طول ما العلامه الزرقاء دي موجوده، دي معناها ان المايك الانبوت بتاعه شغال. لو مش موجوده يبقى ده معناه ايه؟ ان المايك مش شغال. خلي بالك من دي. وممكن تعمل تيست المايك بتاعك على اللابتوب بتاعك. طيب تاني حاجة برضو، ده ادفانس اوتوماتيك، سيب الحاجات دي زي ما هي. ايكو كانسليشن والنويز سبريشن، سيب الحاجات دي كلها زي ما هي. نويز سبريشن اللي هي بيشيل الضوضاء، وايكو كانسليشن انه لما انت مثلا بتكلم حد وتسمعه عن طريق سماعات الكمبيوتر او اللابتوب، سماعات الكمبيوتر الخارجية، ما الصوت بتاعه ما يدخلش جوه المايك بتاعك تاني، فيعمل ايكو، يعني يسمع صوته مرتين، فدي ميزتها كويسه. طبعا لو انت حد قال لك في ايكو او بسمع صوتي مرتين، فممكن تستخدم هيدفون او هيدسيت او ايربادز زي ما انت عايز، بحيث ان هو ايه صوته تسمعه انت بس، ما يدخلش جوه المايك بتاعك وانت بتتكلم، تمام؟ ده انا مثلا عندي سماعات خارجيه موصلها باللابتوب. السماعات الخارجيه بالشكل ده اسمها external speakers for laptop. ان اللابتوب سماعاته ضعيفه، يعني اللابتوب بتاعي سماعاته ضعيفه، فانا بحتاج اجيب مثلا سماعه خارجيه يو اس بي، ايا كانت بقى نوعها ايه، يو اس بي، واشغلها مع اللابتوب، تمام؟ حاجه زي كده مثلا.
فلو هو بيتكلم الصوت بتاعه هيطلع من السماعات دي، وانت المايك بتاعك مثلا هنا، فيطلع من السماعات دي ويخش جوه المايك تاني، فيسمع هو صوته، انت هتسمع صوته مرة واحدة لكن هو هيسمع صوته مرتين، لان الصوت بتاعه طلع من السماعات ودخل تاني جوه المايك بتاعك في نفس اللحظة، فده بيعمل ايكو، بيسمع صوته مرتين. اللي هو انت بتقول الو فيجي لك تاني الو، للناس اللي في اوضه مغلقه مثلا، فممكن مفيش مساحه للهواء يطلع وكده، فهتلاقي ان الصوت بيخش ويرجع تاني ليك، فده موضوع الايكو يعني. فايكو كانسليشن كويسه، سيبها على الوضع ده، كل ده سيبها على الوضع ده. اوكي، ده بالنسبه للمايك. طب بالنسبه للسماعات، اول حاجه اتاكد ان السماعات شغاله على الجهاز الاول، لازم تلاقي الرمز ده موجود، تمام؟ طب لو انت عندك سماعات السبيكرز وعندك سماعات الهيدفون، لازم تتأكد ان السماعات شغالة كل يوم موجود، لكن ممكن يكون السماعات بتاعتك مقفولة كده وانت تقول لي انا مش سامع حد، فانت لازم تتأكد الاول ان السماعات شغالة على الجهاز قبل ما تجربها على الموقع. شغالة وتمام، يبقى تأكد انك مختار السماعة الشغالة، هيدفون ولا سبيكرز. لو سبيكرز هتسمع من سماعات الايه اللابتوب، لو هيدفون هتسمع من السماعات الخارجية اللي انت موصلها للايه لللابتوب، سواء بقى هيدفون اللي هي تحط في الاذن او حتى سماعات خارجية زي ما احنا شفنا دي بيسميها اللابتوب برضو زي هيدفون. تمام، السماعات عندك شغالة على الكمبيوتر كله تمام، يبقى اذا نخش كده بقى نختار السماعات اللي انت عايز تسمع من خلالها. هتدوس على الديفايس سيتنجز ثم تختار كلمة سبيكر، هيطلع لك السماعات اللي متعرفة على السيستم بتاعك. طبعا مثلا التلقائي دي اللي هي الخارجية اللي انا مشغلها خارجي، ودي زيها دي تعريفات. دي مثلا سبيكرز دي اللي هي سماعات اللابتوب. ممكن طبعا الاسامي دي تختلف من جهاز لجهاز حسب نوع كارت الصوت اللي انت مسطبه على الجهاز، فانت لازم تجرب في دولة كده وتشوف ايه السماعات اللي اشتغلت. في حاجة جميلة جدا برضه هم حاطينها، انك تعمل بلاي تيست ساوند، تشوف هل السماعات شغالة ولا لا، يعني دوس على السماعة دي، دوس بلاي تيست ساوند، لو سمعت الصوت يبقى هي شغالة، ما سمعتش يبقى مش شغالة، جرب التانية، جرب التالتة، تمام، وهكذا. اللي تشتغل فيهم يبقى هي دي السماعة كده. لو انت سمعت الصوت ده من هنا يبقى هتسمع اي حد بيتكلم في الغرفة، تمام. طب انت ممكن تخش على الغرفة وممكن تلاقي الشخص نفسه ما بيتكلمش او المايك عنده مقفول، فانت مش هتسمعه، تمام. فدي برضو حاجه طبيعيه، عشان ما تقولش عيب من السماعات اللي عندك، ممكن يكون هو عنده مايك مقفول او عنده مشكله في المايك بتاعه فانت مش هتسمعه. فعشان كده لازم تعمل تيست على السماعات بتاعتك عموما قبل ما تخش على الموقع. لو شغاله كله تمام يبقى تعمل اللي انا عملته ده، وتبتدي تختار ايه السماعه اللي هي هتشتغل معاك، وتعمل اللي هتعمل بلاي تيست ساوند وتسمع صوتها. بس كده، دي كانت حل المشكله دي. ولو عجبك الفيديو ده ما تنسوش انك تعمله لايك وسبسكرايب للقناة، لانها تكبر بيكو طبعا، واحنا في خدمتكو طبعا في كل الاوقات يعني. نشوفكم في فيديو جديد في حل مشاكل الكمبيوترز. مع السلامة.